مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه الشوف تي في. شابه من بنغلاديش تعرفات على واحد شاب هندي عن طريق الفيسبوك ودخلوا في علاقه حب وقرروا على انهم يتلاقاو باش يقدروا يتعرفوا على بعضياتهم اكثر ويتزوجوا. وهذه الفتاه قررت على انها تمشي عند الولد وتسافر عنده، ولكن ما قدراش تعبر الحدود بسبب عدم امتلاكها جواز السفر، وبقات كتفكر كيفاش غدير تقدر تمشي عند هذا الشاب اللي دخلت هي وياه في علاقه حب، فقررات على انها تمشي عنده وتغامر وتعرض حياتها للخطر. وحسب التقرير الصادر عن الشرطه في مدينه بنغلاديش، فكمرحله اولى تسلقات كريشنا غابه مستنقعيه اللي فيها بزاف ديال الحيوانات المفترسه، اما المرحله الثانيه فسبحات لمده ساعه في نهر ماتلا اللي معروف انه فيه عدد كبير من التماسيح، وقدرت توصل عنده رغم هذه الصعوبات كاملين وتزوجات بابهيك في معبد كالجيت في مدينه كولتاكا الهنديه. وبعد الزواج ديالهم مباشره تم القبض عليها لدخولها البلاد بشكل غير قانوني، ومن الممكن على انه يتم تسليمها الى المفوضيه العليا في بنغلاديش. وانتشرت هذه القصه الغريبه على نطاق واسع من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي استغربوا من هذه القصه وعبروا على ارائهم من خلال مجموعه من التعاليق. نقرا لكم مشاهدينا بعض من هذه التعاليق. تعليق اللي كتب زي افلام، على اعتبار يعني بحال هاد القصص كنشوفوهم غير في الافلام الهنديه. يعني مجموعه من التعاليق. محمود اللي كتب الحب دائما مصدر العجائب والغرائب وحتى نوع من انواع الخيال. نشوفوا تعليق اخر. امين هاد محمد كتب هذه متاثره بالافلام الهنديه. خالد تركماني كتب من الحب ما قتل، وفعلا من الحب ما قتل. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا نهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.